بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات الصرف لا كونجيغيزون دي فيرب لي مود اي لي طون. إذا طبعا رأينا فيما سبق ومنذ البداية لو مود انديكاتيف، ثم رأينا لو مود كونديسيونيل، ثم رأينا لو مود سبجونكتيف. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى أولا لو مود امبيراتيف، لانه هو اللي يتضمن ضمائر، نتكلم عن ثلاثه ضمائر، لكنه على كل حال هو اقرب الى الازمنه التي راينا فيما سبق. اذن يتعلق الامر بالامر، اذن لو مود امبيراتيف، ثم بعدها سنرى لو مود بارتيسيب، هذه فقط حاله فعليه، الفعل تياخذ واحد الشكل معين بدون ان يصرف، ياخذ واحد الشكل ثابت. ثم عندنا لو مود جيرونديف تستعمل ايضا مع لو بارتيسيب بريزون، لان لو مود بارتيسيب كما غنشوفو، لان لو مود بارتيسيب كما غنشوفو كاين فيه لو بارتيسيب بريزون وكاين فيه لو بارتيسيب باسي. طبعا لو بارتيسيب بريزون هو اللي تستعمل في هاد لو مود جيرونديف اللي غنشوفو، تستعمل في لو مود جيرونديف كما غنشوفو، وهي تقريبا حاله ثابته ايضا. طبعا لو بارتيسيب باسي تستعمل في الازمنه المركبه، الافعال تتاخذ واحد الشكل معين ايضا. ثم عندنا لو مود انفينيتيف، ثم كاين عندنا لو مود انفينيتيف كما تنشوف في اخر القائمه. لو مود انفينيتيف هذا الشكل ديال الفعل بدون تصريف، وملي تنتكلموا على الفعل بانه ما يتصرفش، ممكن ان الفعل ما يتصرفش الى جنب بعد بوغ، هذا ما تعنيش بان الفعل ما تيكونش عنده معنى، تيكون عنده معنى تيتفهم من خلال امثله معينه. الفعل تيكون الانفينيتيف انه ما تيتصرفش، ولكن بالمقارنه باللغه العربيه تيجي بحال المصدر. اذا هناك حالات تيجي فيها الفعل الانفينيتيف. اذا ناخذ الان كما قلنا لو مود امبيراتيف، ثم نستكمل بقيه الحالات. كما تنشوفوا لامبيراتيف في جوج ديال الازمنه. اذا لامبيراتيف اي تان مود اتيليزي بور اكسبريمي ان اوردر. اذا لامبيراتيف اي تان مود اذا لامبيراتيف هو واحد المود، هو واحد طريقه صرف اتيليزي، انه يستعمل pour exprimer، من اجل التعبير عن un ordre، من اجل التعبير عن امر، من اجل التعبير عن امر. طبعا كلمه ordre في اللغه الفرنسيه ممكن تعني ترتيب، ممكن تعني ترتيب. نقول مثلا mettez-vous en ordre، mettez-vous en ordre يعني ضعوا انفسكم في ترتيب. ايضا كلمه ordre ممكن تعني كما عندنا هنا الامر. اذا نقول مثلا il nous a donné l'ordre de faire son travail، اذا هو اعطانا مثلا الامر لكي نقوم بهذا الفعل. كلمه اوردر ممكن تعني ايضا الامر. اذا l'impératif est un mode utilisé pour exprimer un ordre، l'impératif est un mode utilisé pour exprimer un ordre. l'impératif هو واحد المود utilisé انه يستعمل pour exprimer un ordre، من أجل التعبير عن أمر، أن كونساي، من أجل التعبير عن نصح. أحيانا تنصح طفل وكأنك تعطيه أمر، اون بخيار أو طلب، اون بخيار يعني طلب أو رجاء أو صلاة. طبعا الصلاة هي دعاء وطلب. ثم اون ريكومونداسيون ا رياليزي دون زان فيتور بروش أو لوانتان. إذا نتكلم عن اون ريكومونداسيون كما نتكلم عن طلب او امر الى غير ذلك. اغياليزي للتحقيق، تطلب امرا لكي ينفذ، اغياليزي لكي يتم تحقيقه، دون زان فيتور بروش في مستقبل قريب او لوانتان او بعيد. اكزامبل، اذا كمثال رونتر ايميدياتمون، يدخل حالا. اذا نتكلم هنا عن ان اوردر، اذا هنا عندنا امر. نو سوي با ترو بريسي، لا تكون جد متضايق، إذا كأنها نصيحة هنا. نسوي با ترو بريسي، طبعا نستعمل هنا لو فيرب إتر على الامبيراتيف حتى لو كان منفيا. كان ممكن نقول لشخص سوي ترو بريسي، إذا كونوا جد متضايقين. هنا عندنا نسوي با ترو بريسي، لا تكونوا جد متضايقين أو مستعجلين جدا، ممكن تعني هذا الأمر. ثم فكر فيه،
إذا تطلب من شخص أن يفكر في أمر ما. إذا هنا عندنا أمر، إذا هنا عندنا طلب. Pensez-y. Pensez-y. المقصود هنا by example pensez à ce que je t'ai dit. فكر فيما قلته لك مثلا. إذا حتى لا أعيد بقية الجملة، إذا أقول للشخص pensez-y. Pensez-y pour les prochaines vacances. فكر فيه بالنسبة للعطل القادمة. كلمة vacances في اللغة الفرنسية تأتي جمع، كلمة عطلة في اللغة الفرنسية تأتي جمع. Pour les prochaines vacances. بالنسبة للعطلة القادمة. إذا فكر في هذا الأمر فيما يخص العطلة القادمة. ثم les temps de l'impératif sont. Les temps de l'impératif sont. إذن أزمنة هذا المود التي تسمى مود امبيراتيف sont هي. نأخذ أولا الامبيراتيف présent. إذا نتكلم عن الأمر، الأمر المستعمل عادة. هنا راه يتعلق الأمر بالامبيراتيف présent يعني ضمنيا. On emploie de l'impératif présent استعمال الأمر. L'impératif présent est destiné à énoncer un ordre ou une interdiction. إذا l'impératif présent إذا نتكلم على الأمر est destiné أنه موجه à énoncer لكي يعطي أو يعلن un ordre يعني أمرا. كما نقول بأن عمل l'impératif présent هو إعطاء الأوامر أو une interdiction أو النهي أو إعطاء المنع. إكزامبل أمثلة finissez vos devoirs أتموا أكملوا واجباتكم. finissez vos devoirs أنهوا واجباتكم. ثم ne discute pas لا تتناقش. le verbe discuter يعني فعل تناقش ومن كلمة la discussion النقاش أو المناقشة. va voir tes grands-parents اذهب لترى جديك. va voir tes grands-parents va voir tes grands-parents اذهب لترى جديك. construction de l'impératif إذن تكوين هاد الزمن. l'impératif présent se conjugue seulement à trois personnes. l'impératif présent se conjugue seulement à trois personnes إذا l'impératif présent أنه يصرف في الفعل seulement فقط à trois personnes مع ثلاثة ضمائر. la deuxième personne du singulier la première et la deuxième du pluriel ثم la première et la deuxième du pluriel. يصرف الفعل هنا مع tu c'est-à-dire la deuxième personne du singulier. نتكلم عن الضمير الثاني للمفرد اللي هو tu. نقول je tu إذا tu تأخذ المرتبة الثانية. ثم avec la première et la deuxième du pluriel. ثم يصرف الفعل مع الضمير الأول ثم الضمير الثاني في الجمع. المقصود هنا يصرف مع نو، المقصود بأنه يصرف مع نو et vous. إذن هذه هي الضمائر الموجودة في الامبيراتيف. Autre particularité بعض الخصوصيات الأخرى. On n'utilise pas les pronoms de conjugaison. أننا لا نستعمل الضمائر كما رأينا مع بقية الأزمنة. إذن عندما نصرف فعلا في الامبيراتيف أننا نحذف الضمائر. On n'utilise pas les pronoms de conjugaison. إذن لا نستعمل هاد الضمائر. لا نقول je, tu أو il أو nous أو vous. إذن هذه الضمائر خاصة نتكلم هنا عن ثلاثة ضمائر. هاد ثلاثة الضمائر لا تذكر. يذكر فقط الفعل. كما رأينا قبل قليل لا نقول vous finissez vos devoirs بل نقول finissez vos devoirs أكملوا واجباتكم. إذن كما تلاحظوا بأننا نستعمل فقط الفعل. ces trois formes conjuguées. إذن هذه الأشكال الثلاث المصرفة نتكلم عن الأشكال مع الضمائر الثلاثة التي ذكرنا sont très proches. إذن هي جد قريبة des formes conjuguées des verbes au présent de l'indicatif. إذن هي جد قريبة لأشكال الفعل المصرف أو بريزون دو لانديكاتيف. إذن هي تتاخذ واحد الأشكال جد قريبة لأشكال الفعل المصرف أو بريزون دو لانديكاتيف. مي سون لو إس على فان دو لا دوزيام بيرسون. ولكن بدون إس مع الضمير الثاني في المفرد. أفعال تتصرف في البريزون في الضمير الثاني تتاخذ إس. إذن هنا في الامبيراتيف مع الضمير الثاني ما تتاخذش اس.
mais sans le S à la fin de la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Et donc, بالنسبة للمجموعة الأولى, le fait المصرف مع la deuxième personne في l'impératif, mais tu n'as pas S. Exemple. Tu manges, هذا في le présent. Tu manges, هذا في le présent. ولكن في l'impératif, نقول mange, et donne S. ثم عندنا finir, طبعا نتكلم على le deuxième groupe. Tu finis, في الأمر نقول fini. Et donc, tu n'as pas S. إذن على عكس المجموعة الأولى مع الضمير الثاني الخاص بالمفرد. ثم عندنا tu prends. Tu prends, أنت تأخذ أو أنت تأخذين. إذن في الأمر نقول prends. ثم نجوون نحن نلعب. في الأمر نقول jouons فلنلعب. Jouons فلنلعب. ثم عندنا vous ouvrez. أنتم تفتحون. في الأمر نقول ouvrez. Ouvrez. افتحوا. إذن باستثناء المجموعة الأولى ولكن مع الضمير الثاني للمفرد أننا لا نضع S. Remarque, ملاحظة, les auxiliaires être et avoir et les verbes savoir, vouloir forment leur impératif sur la racine du subjonctif et non du présent de l'indicatif. Et dans طبعا هاد الأفعال تتكمل الصرف ديالها ولكن انطلاقا من لا غاسين ولكن انطلاقا من لو غاديكال ديال الفعل اللي تنحصلوا عليه من لو سيبجونكتيف. اذا لي زوكسيليير اتر اي افوار هادو تنعرفوهم. اي لي فيرب سافوار نتكلم عن فعل عرفه اي فولوار وفعل اراد فورم لو امبيراتيف انها تتشكل امرها تتشكل الفعل ديال الامر ديالها سور لا غاسين دو سيبجونكتيف. اذا انطلاقا من هاد الزمن اللي شفنا نتكلم على لو سوبجونكتيف بريزون طبعا ان نون دو بريزون دو لانديكاتيف وليس من لو بريزون دو لانديكاتيف الذي راينا الان. اكزامبل اذا كمثال تي ساج. تي ساج انت حكيم او انت عاقل. نقول نو سوم ساج نحن عقلاء او حكماء. فوزيت ساج انتم عقلاء الى غير ذلك. اذا نقول في الامر سوا ساج سوا ساج فلتكن عاقلا. سويون ساج سويون ساج فلنكن عقلاء. سوي ساج فلتكن عقلاء. طبعا في المجموعة الأولى في المجموعة الثانية ثم عندنا المجموعة الثالثة كما نلاحظ. إذا المجموعة الأولى مثلا عندنا لو فيغ مونجي إذا نقول مونج مونجون مونجي. طبعا تخوفي نقول تخوف تخوفون تخوفي. طبعا لو فيغ إيمي نقول إيم إيمون إيمي. ثم مع لو فيغ فينيغ نقول فيني فينيسون فينيسي كما نلاحظ الصرف. ثم عندنا لو فيغ فواغ نقول فوا انظر فويون فلننظر فويي فويي فلتنظروا. طبعا هناك بعض الاستثناءات كما هو حال كما هو الحال مع لو فيغ دير نقول دي ديزون ديت دي ديزون ديت. مثلا لو فيغ فير نقول في فوزون فات في فوزون فات. اذا افعل فلنفعل فلتفعلوا. اذا استأنف على الفقرات القادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.